بريطانيا بدأت بإعداد وتجهيز القوات الأوكرانية الخاصة، وذلك من أجل كسر خطوط بوتين الحمراء واختراق العمق الروسي، وهذه كلها جاءت من خلال تفاصيل نشرتها الديلي إكسبرس البريطانية مؤخرا، والتي أكدت بأن مشاة البحرية الملكية وتحديدا الوحدة 42 من الكوماندوز البريطاني بدأوا بتدريب القوات الخاصة الأوكرانية. نتحدث تدريب كتيبة من نخبة قوات الكوماندوز الأوكرانية بدأوا بتدريبهم، وذلك من أجل شل القوات الروسية الموجودة في شبه جزيرة القرم والسيطرة على شبه جزيرة القرم بأكملها قبل أعياد الميلاد، أي بما معنى قبل أن ينتهي هذا العام. هذه الخطة وهذه التدريبات، والتدريبات تأتي لألفي عنصر من هذه القوات الخاصة الأوكرانية في داخل بريطانيا، وصلوا إلى منطقة أوكهامبتون وتحديدا إلى باتل كامب. هنا تحديدا تم عزل هذه المنطقة وبدأوا بتدريب القوات الأوكرانية على هذه السيناريوهات الخطيرة لإبعاد الجميع، طبعا أبعدها الجميع عن هذه المنطقة لكي لا تتسرب الكثير من المعلومات المرتبطة بهذا الهجوم. يا ترى ما الذي يخططون له؟ بحسب الديلي إكسبرس قالت بأن الهجوم على شبه جزيرة القرم وما تتدرب عليه قوات الكوماندوز الأوكرانية هنا في هذا الهجوم هو للقيام بالعديد من الهجمات في آن واحد من ثلاث اتجاهات أو من ثلاث قوى تحديدا، هجمات جوية، هجمات برية، وهجمات أيضا مائية أو عبر البحر الأسود على شبه جزيرة القرم. وبالنسبة لقوات الكوماندوز الأوكرانية ستكون هي رأس الحرب في هذا الهجوم، ستطبق تكتيكات النيتو التي ستتدرب عليها بحسب التفاصيل التي نشرتها طبعا هذه الصحيفة. وهذا يوضح تماما بأننا سنكون أمام سيناريو خطير للغاية إذا ما وصلنا إليه، فهذا طبعا يتطلب بشكل واضح ضرب جسر كيرش والاستمرار بضربه وقطع وعزل شبه جزيرة القرم طبعا عن الأراضي الروسية، وضرب طبعا كما يتحدثون العديد من النقاط باستخدام طبعا صواريخ بعيدة المدى التي ستوفرها طبعا دول النيتو لأوكرانيا بشكل أكبر حتى ذلك الحين. وبالنسبة لقوات الكوماندوز الأوكرانية هنا واضح جدا من التكتيكات والمعدات التي سيتدربون عليها بأنهم سيعملون ببساطة محتمل أن يقوموا بمحاصرة المعسكرات والقواعد التي تتواجد فيها القوات الروسية في شبه جزيرة القرم، قطع الاتصالات بين هذه القواعد لإجبار القوات الروسية بهذا الشكل على الاستسلام، ومن ثم إعلان السيطرة على شبه جزيرة القرم بأكملها. لكن طبعا هذا الأمر يتطلب الكثير من العمل بالنسبة للأوكرانيين، فأولى هذه الأمور وأساس هذه الأمور هي على القوات الأوكرانية أولا أن تخترق الدفاعات الروسية في خيرسون وأن تصل إلى هنا على الحدود مع شبه جزيرة القرم على المستوى البري، مع إدامة الضربات على جسر كيرش، على مخازن العتاد، على نقاط الطاقة أو مخازن النفط والوقود وغيرها، لكي ينفذوا طبعا مثل هذا الهجوم الناجح ويوجهون ضربة كبيرة لروسيا من خلال هذا التحول الكبير الذي نتحدث عنه. وبالتالي هذا الأمر ليس واضحا. كذلك عندما تحدثت الديلي إكسبرس عن مسألة صواريخ البعيدة المدى من صواريخ الكروز على سبيل المثال، فهنالك مشكلة أيضا تواجهها أوكرانيا على هذا في هذا الصدد. فأوكرانيا طبعا تمتلك صواريخ الستورم شادو القادمة من بريطانيا نفسها وكذلك من فرنسا، ولكن حتى هذه اللحظة صواريخ بعيدة المدى الأمريكية، أتحدث هنا عن التاكمز، حتى هذه اللحظة إدارة بايدن تفكر في إرسالها، لم تعطي أي قرار بهذه المسألة. كذلك ألمانيا حتى هذه اللحظة لم وافق بل رفضت إرسال الصواريخ البعيدة المدى من صواريخ تاوروس التي هي طبعا تشبه صواريخ ستورم شادو، وهي طبعا ستكون عبارة عن نقطة مفيدة وزيادة لعدد من الصواريخ إذا ما وافقت ألمانيا عليها. ألمانيا لم توافق، الولايات المتحدة لم توافق قد، وإذا وافقت الولايات المتحدة على التاكمز من الممكن أن يؤدي هذا الأمر طبعا لألمانيا أن توافق بعد ذلك، لكن هذا الأمر ليس حاضرا بيد القوات الأوكرانية. ولكن بشكل عام طبعا القوات الأوكرانية تعمل لأجل
لأجل هذا الهدف الذي بدأت بريطانيا تجهزها لهذا السيناريو. بدأت طبعا أوكرانيا تهيئ لهذه المسألة، فعلى سبيل المثال هي مستمرة في ضرب جسري كيرس، جسري شبهي جزيرة القرم كل ما أصلحته روسيا، وكذلك جسري أيضا تشونكار هنا يضربونه، الذي هو طبعا يربط بين شبه جزيرة القرم وبين خيرسون. وأيضا أن القوات الأوكرانية شيئا فشيئا تثبت أقدامها ما بعد نهر دنيبرو من أجل تثبيت أساسيات الهجوم والوصول طبعا إلى حدود شبه جزيرة القرم، وهو أساس تحقيق نجاح أو أساس النجاح في تحقيق السيطرة على شبه جزيرة القرم طبعا بكل تأكيد. فبالنسبة لشبه جزيرة القرم وجسر كيرش الذي تحدثنا عنه اليوم، وكالة تاس الروسية كانت قد وضحت بأن الجسر لا زال مدمرا، يعملون على إصلاحه، السيارات المدنية طبعا تستطيع من المرور عبر هذا الجسر، ولكن المعدات العسكرية المدرعات الثقيلة وغيرها غير قادرة على عبور هذا الجسر بسبب طبعا محاولتهم لإصلاح وضع الجسر. بالإضافة إلى ذلك أن جسري تشونكار الذي تحدثنا عنه في خيرسون، الذي يربط شبه جزيرة القرم بخيرسون، طبعا قد ضرب مؤخرا في 48 ساعة الماضية كما تحدثت العديد من المصادر الأوكرانية، والتي قالت بأن القوات الأوكرانية هي من نفذت هذا الهجوم باستخدام صواريخ ستورم شادو بعيدة المدى. وطبعا بعد هذه الضربة ظهرت على الجوجل بهذه البساطة: إن كنت تريد أن تذهب من خيرسون إلى سيفاستوبول، إلى هذه القاعدة المهمة إلى شبه جزيرة القرم بشكل عام، كان طبعا بسبب هذه الضربة بدأ الطريق يأخذ الناس بهذا الشكل، بأنهم غير قادرين بالمجيء بشكل مباشر من خيرسون إلى شبه جزيرة القرم، عليهم القيام بكل هذه اللفة الطويلة، دورة كبيرة لكي يصل إلى هذه المنطقة. كذلك من هم موجودين في ميليتابول على سبيل المثال، نفس الأمر، الطريق لا يأخذهم باتجاه شبه جزيرة القرم، وبالتالي عزلت شبه جزيرة القرم حتى على المدنيين بسبب الضربة التي جاءت هنا، لنختار هنا اللون الأحمر، عزلت تماما. وكذلك كما نعلم قطعت هنا على المستوى العسكري، لا نقل عسكري من هذا الاتجاه من شبه جزيرة القرم إلى خيرسون، ولا حتى باتجاه شبه جزيرة القرم بهذه الطريقة قادمة طبعا من الأراضي الروسية. بالتالي هنالك مشكلة حقيقية بسبب هذه الضربة هي قائمة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. وكان هنالك طبعا عبارة عن اكتظاظ للسيارات، ازدحامات كبيرة طبعا للسيارات بهذا الشكل، المدنية والمركبات المدنية كما تلاحظون بعض الضربة التي تعرض لها طبعا هذا الجسر. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن حاكم خيرسون الذي عينته روسيا بعد السيطرة على هذا الإقليم كان قد نشر هذه الصورة وقال بأنه كان هنالك 12 صاروخا من صواريخ ستورم شادو تمكنت الدفاعات من اصطيادها، من اسقاطها، ولكن الأشلاء التي سقطت هي التي أثرت على هذا الجسر. وطبعا إذا ما ألقينا نظرة تفصيلية سنجد أن الأمور أسوأ مما يتحدث عنه حاكم خيرسون ألا وهو سلادو. وبالتالي إذا ما ألقينا نظرة على هذه الصورة وحاولنا أن نقترب من غرفة الحراسة التي ترونها بسقفها الأحمر هنا، ستلاحظ بأنها متضررة بشكل كبير، الأسلاك أيضا متضررة، واضح جدا بأننا أمام ضربة قريبة من هذا طبعا بهذه النقطة الحراسة، وبأن العصف هو الذي أدى إلى دمار الشبابيك وظهور الأسلاك وتضررها بهذا الشكل. وطبعا أن نأخذ علامات بسيطة عن هذا الموقع، مثلا هذه نقطة الحراسة التي تحدثنا عنها، الجسر أيضا كما ترون، وأيضا نقطة حراسة أخرى في الجهة الأخرى بسقفها الأحمر. وبالتالي طبعا بأخذ هذه العلامات وبالاتجاه إلى تشونكار لكي ندقق في مسألة هذا الجسر الذي يتحدثون عنه، فإننا ببساطة عندما نتجه إلى هذه النقطة هنا تشونكار التي ترونها، وهذا هو الجسر الذي طبعا المعني في هذه المسألة، والتحديد تحديدا الجزء المرتبط بخيرسون. وكما نلاحظ هنا بمجرد التوقف هنا ومحاولة أخذ صورة واضحة، سنلاحظ إلى الجنوب هنا بهذا الاتجاه بعد أن تتضح لنا الصورة، ستلاحظ بأنك أمام نقطة الحراسة هنا بلونها الأحمر بسقفها الأحمر المميز، وهذه نقطة الحراسة الأخرى. وبالتالي كل ما علينا أن نفعله أن نلتف بهذا الشكل البسيط ونتوقف، وسنرى بأننا فعلا أمام نفس النقطة التي قد ضربت وقد أشرنا عليها هنا، وهذا يعني بأن الضربة من المفترض أن تكون قريبة
من هذه النقطة لن تكون طبعا ظاهرة من الصورة، من طبيعة الصورة التي هي كانت قادمة تقريبا بهذا الشكل، مما يرشح بأنها كانت قريبة من هذه النقطة أو خلف هذه النقطة وتسببت طبعا بهذا العصف الكبير الذي نتحدث عنه. وكانت هنالك صورة واضحة من القمر الصناعي هي التي تؤكد التفاصيل التي نتحدث عنها من هذه اللقطة التي سترونها الآن. بالضبط هذه اللقطة التي ننظر إليها الآن جاءت الصور محدثة بهذه الطريقة التي توضح الموقع الذي قد ضرب. لاحظ بأننا بمجرد ما نقترب هنا قبل وهنا بعد، هي توضح بأننا فعلا أمام ضربة كبيرة مؤثرة، بل كانت هنالك صورة من الأرض أحدهم قد التقطها لهذا الجسر، ويوضح لك أن الضربة لم تكن عادية، وبأن واضح جدا بأننا لسنا أمام أشلاء صاروخ، لا أبدا، نحن أمام ضربة مباشرة قادمة من صواريخ ستورم شادو البريطانية أو الفرنسية طبعا بكل تأكيد، التي حققت هذه الضربة. وكذلك أننا ذكرنا مسألة دنيبرو وخيرسون وبأن القوات الأوكرانية تثبت أقدامها عبر هذا النهر. طبعا إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة هنالك تفاصيل جديدة مرتبطة بعبور القوات الأوكرانية. هذه هي خيرسون التي ترونها، وسنلاحظ أننا أمام فعلا شيء جديد قد جرى في هذه النقطة، حيث أن القوات الأوكرانية سبق وأن عبرت نهر دنيبرو باتجاه قرية داتشي وتمكنت من تحقيق بعض التقدم، زرعت بعض الألغام، دفعت القوات طبعا الروسية لكي تتواجد بكل تأكيد في أولييشكي وتوجيه ضربات عديدة على القوات الأوكرانية، لكن الأوكرانيين ثبتوا أقدامهم بشكل كبير. المثير والتطور الجديد الذي يأتي من منظور القوات الروسية من القصف الذي يأتي على القوات الأوكرانية ظهر فيها هذا النهر، هذا هو نهر كونكا الذي ترونه، والذي يعتبر طبعا أيضا نقطة دفاعية ممكن أن تستغلها القوات الروسية في تحقيق الدفاع ضد القوات الأوكرانية. فجأة القوات الأوكرانية تمكنت من خلال التصوير القادم من قبل القوات الروسية تحديدا، ودعونا نصحح الصورة لكي نركز عليها، بأن القوات الأوكرانية تمكنت من عبور هذا النهر من هذا الاتجاه، وكان هنالك قصفا طبعا روسيا على هذه المنطقة، وواضح أن القوات الأوكرانية من خلال هذا التقدم طبعا هي تبحث عن عملية تثبيت أقدامها هنا ومحاولة محاصرة أولييشكي، وأيضا قد يكون أيضا تحرك بهذا الاتجاه من عبور نفس النهر دنيبرو كونكا، ومن ثم محاصرة هذه المنطقة ودفع القوات الروسية إلى الانسحاب إلى الخلف وتثبيت أقدامها بشكل أكبر لكي تتجه إلى شبه جزيرة القرم. أين هو هذا القصف يا ترى؟ دعونا نقترب من هذه الصورة التي سترونها الآن، وهي كانت قادمة من تصوير روسي بحت لهذه النقطة تحديدا، كانت القوات الروسية تضربها بقوة في 48 ساعة الماضية. لاحظ اللقطة متطابقة تماما، وهنا ضربة بسيطة ظهرت من قبل القوات الروسية على القوات الأوكرانية، توضح لك أن القوات الأوكرانية قد عبرت هذه المنطقة. مايكل كلارك أحد أهم الخبراء البريطانيين العسكريين كان قد نشر على The Times مؤخرا في 48 ساعة الماضية أيضا، قال بشكل واضح بأن الخطوط الدفاعية الروسية قد ضعفت، هي نوعا ما تتعرض لضربات كبيرة وهي ليست كما كانت عليه في الأسابيع الماضية، ونشر طبعا صورا يوضح من خلالها من خلال خارطة ديب ستيت يوضح الخطوط المرجح أن تتجه باتجاهها القوات الأوكرانية من خلال القصف الذي تقوم به القوات الأوكرانية على النقاط الروسية. وسنلاحظ بأن واحدة من النقاط هي تأتي من زاباروجيا إلى توكماك إلى ميليتابول مباشرة إلى شبه جزيرة القرم. وفعلا إذا ما ذهبنا إلى نفس هذه الخارطة طبعا التي طبعا هي خارطة الديب ستيت وحاولنا أن نقترب من أوريخيف تحديدا، فإن هنالك تقدما مثيرا للقوات الأوكرانية باتجاه روبوتنا. هذه هي روبوتنا التي ترونها هنا، وستلاحظ من 23 من يوليو إلى يومنا هذا هنالك اختراق لخط الدفاع الأول للقوات الروسية. هذا هو خط الدفاع الذي ترونه باللون طبعا الأسود، وأنا أخططه طبعا باللون الأحمر. ستلاحظ بأن كيف القوات الأوكرانية تتقدم، لاحظ 24 25 هنا تقدم، وبعد ذلك يأتي 29 لتصل كما هو واضح القوات الأوكرانية إلى الخط الدفاعي الأول هنا الخاص بالدفاعات الخاصة بالقوات الروسية. وهذا يوضح بأن الأمور بدأت شيئا فشيئا تختلف
وقد تعني الكثير في طبيعة ما تفكر به طبعا وما تفكر به القوات الأوكرانية والتدريبات التي تحصل عليها طبعا القوات الأوكرانية من قبل بريطانيا للوصول إلى شبه جزيرة القرم. السؤال هنا، هل ستتمكن أوكرانيا من تحقيق هذا التقدم فعلا؟ هل هي قادرة على الوصول إلى نتيجة؟